عليكم صحيحه كلشي بخير. نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو. المهم اليوم غندخلوا على ثاني الكوزينه وغنديروا وافل اللي تيعجبوا الدراري بزاف كاع. انا غندير وافل والمادلين بنفس المقادير، والمهم انتم غتشوفوا تيجيوا زوينين بزاف. المهم من المقادير ديال وافل عندي نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت. المهم غادي يجيو زوينين بزاف. سيبوهم الدراري كما كيفاش نتوما عارفين دابا حنا غادي نعيب ذوق الدراري. هاد التيبلو الدراري، التيبلو الدراري هو اللي عنده وليدات الله يخليهم ليه، واللي ما عندوش الله يرحمه عليا. المهم انا تنخدم وتنقول لكم المقادير في نفس الوقت. عندي هنا جوج كيسان ديال الدراري، تخرب عندي شوية بشوية. وخليكم معايا البنات. ها هو الخليط ديالي تيكون هكا هكا تقيل. دابا غندهن هل لاماشين ديالي بالزيت، الاحسن تكون هاد الشيته هادي ديال السيليكون باش ما تحرقش ليكم. غندهنها بحال هكا، غندخل هاد الزيت هكا فيها مزيان باش ما تلصقش الوصل ديالي. باش نشوفو عين الميزان باش ما يزيدوش لينا من الجناب، يجيو على الحد. المطاب الثاني ها هو، غنزيدو هادو دابا وغندير هادو ديال الماضي.
غندهنهم بالزيت تاهما باش ما يتسقوش ليا الفريض ديالي. يسخنوا واحد شويه. دابا غندير المادلين قابليهم معايا. البنات غنشوفوا المادلين ها هما واش يبان لكم ولا لا، ما عرفتش المهم ها هما كيجيو الشكل ديالهم كيجي كيجيو منفوخين وزوينين، حتى داك المذاق كيجي فيهم زوين، عارفه ريحة الحامض زوينة. وندوز المغفل ديالي باش فيني ها هو. انا غنزينو، انا خديت غير دانات كل واحد واشنو عنده باش يصايبو. انا كان عندي البنان قلت غندير فيه البنان هكا انا ما تنبغيش نكلف راسي ونمشي نجيب واحد الحاجه ما عنديش في الدار عاد نمشي نجيبها باش نصايب هذا، لا انا لو تقضيب داكشي اللي عندي تنقضي به. بحال هذا عندي اليوم عندي البنان وعندي دانات، قلت علاش لا بلا ما نكثر شحال من حاجه بلاش. وين حنا داخلين في البساطه غير البساطه وخلاص. البنات هذا هما الوافل ديالي ها هما يا هكا تيجيو. هادو المادلين زوقتهم حتى هما بالدانيط والشوكولا. المهم تنحاولوا نديروا داكشي اللي تيعجبوا وليداتنا. دابا هما جاوا من المدرسه، حنا غنديروا الكوتي وهانتوما معنا. البنات هذه هي الطويبله ديالي من بعد ما وجدتها وجاو وليداتي من المدرسه. المهم هكا تتكون الحمد لله والشكر لله. تنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من شي حاجه وجدتها اليوم. تنشكركم بزاف على المتابعه ديالي والهلا يخطيكم. شكرا بزاف، والناس الجداد اللي غيدخلوا في القناه ديالي ما ينساوش يشتركوا في القناه باش يوصلهم كل جديد، وما تنساوش اللايك. السلام عليكم وتهلاو ليا في راسكم بزاف.